الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي في عمل مسرحيه اسمها الحسين شهيدا، عمل مشهد شهير جدا عن الكلمه، عن الكلمه مش عن الكلام، عن الكلمه. الوليد لما جاب سيدنا الحسين عشان يطلب منه البيعه ليزيد، فجابه فبيقول له: نحن لا نطلب منك الا كلمه، فلتقل بايعت وذهب بسلام الى جموع الفقراء، قلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، قلها ما ابسطها، ما هي الا كلمه. رد عليه الحسين قال له: كبرت الكلمه، ما دين المرء سوى الكلمه، ما شرف الرجل سوى الكلمه، ما شرف الله سوى الكلمه، اتعرف ما معنى الكلمه؟ مفتاح الجنه في كلمه، ودخول النار على كلمه، وقضاء الله هو الكلمه. الكلمه لو تعرف حرمه، زاد مذخور، الكلمه نور، وبعض الكلمات قبور، بعض الكلمات قلاع شامخه يعتصم بها النبل البشري، الكلمه فرقان بين نبي وبغي، بالكلمه تنكشف الغمه، الكلمه نور ودليل تتبعه الامه. عيسى ما كان سوى كلمه، اضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمه حصن الحريه، ان الكلمه مسؤوليه، ان الرجل هو الكلمه، شرف الرجل هو الكلمه، شرف الله هو الكلمه، ولا رد لي لمن لا يعرف ما معنى الكلمه.